كتب العقاد ذات يوم إلى مي زيادة ولم ترد عليه، فبعث إليها برسالة أخرى يقول فيها: أرجو أن يكون ذلك عن عمد، فالعقاب عندي أهون من الإهمال. يعني دايما الحب، بدي أبلش هيك بس بمقدمة سريعة، بعدين رح أحكي لكم كم قصة وصلتنا. الحب الحقيقي أو الحب الصادق ما بزعل الحبيب من حبيبه لو بعد عنه، بس بشرط يكون البعد هاد عن سبب، يكون البعد هاد عقاب، زعل، اهتمام. دائما بيقولوها إنه ازعل مني أو عصب علي أو خد موقف أو حتى اكرهني أحسن ما إنك تهملني. تذكرونا تذكرونا ضلوا تذكرونا. أن تنسى شخصاً أحببته لسنوات لا يعني أنك محوته من ذاكرتك، أنت فقط غيرت مكان في الذاكرة، ما عاد في واجهة ذاكرتك، حاضراً كل يوم بتفاصيله، ما عاد ذاكرتك كل حين، غداً ذاكرتك أحياناً. الأمر يتطلب أن يشغل آخر مكانه ويدفع بوجوده إلى الخلف في ترتيب الذكريات. اليوم موضوعنا يعني القصص اللي وصلتني بموضوع الحب الأول، كانت إحدى رسائل الأشخاص متابعين فايق يا هوا، بيحكي فيها كم مرة ممكن الشخص يحب بحياته حب زي أول حب، ممكن بعد هيك حب من نوع تاني غير الحب الأول. يعني هو بسأل إنه كم مرة الواحد بيقدر يحب حب من نوع الحب الأول. فالحب الأول كمان هذا السؤال يعني هو مجموعة أسئلة: هل الحب الأول ممكن يروح من القلب والفكر؟ وشو رأيك بهذا الموضوع؟ همني رأيك الشخصي وشكرا. هلأ في يعني دراسات بتحكي، أو يعني أنا قرأت، هلأ أنا موضوع رأيي الشخصي ممكن أحكيه بس بعد ما يعني نناقش الموضوع أكثر مع بعض، اللي هو موضوع الحب الأول. غالبا الحب الأول بيكون بمراحل مبكرة من العمر، يعني بيكون بالمراهقة أو حتى بالطفولة، أوقات بيكون في حب يعني اللي من 10 لـ 13 14، هذا يعتبر يعني طفولة مو مراهقة. فبيكون دايما الحب الأول مربوط بالبراءة، بالعذرية، بالمشاعر البدائية اللي يعني صافية، ما فيها أي نوع من التكلف أو التصنع أو حتى الـ يعني التطلبات أو المتطلبات للحب. فبتكون مقاييس الحب بأوله أو في بداياته، الحب الأول بتكون مقاييسه مختلفة تماماً عن مقاييس الحب اللي بمراحل متأخرة من العمر، أو بمراحل خلينا نحكي لبعدين بمراحل النضوج. فالحب يعني الحب الأول ما بنقدر ننكر وجوده، أو بنقدر نحكي إنه هو مثلاً حب تافه أو ما إله وجود، لا هو إله وجود، ولكن بيكون مقاييسه غير. فتعريف الحب أصلاً شو هو؟ الاتزان الداخلي. يعني الواحد لما يحب حدا بيكون حاس بسلام جواته، باتزان، بسعادة. الحب الأول ما بيكون في هذا الشيء أو هاي المعطيات، بيكون مندفع، بيكون متهور، بيكون ما بحسب حساب شيء، بيكون بريء، بيكون حتى يعني أغلب دايما الناس اللي بتحب الحب الأول ما بتفكر بنهاية، أو ما بتفكر بنهاية ختام هذا الحب، بحب بدون حدود.
في من إحدى التعليقات على الصفحة، في خلدون بيقول الحب الأول بشلع شلع. هلأ الحب الأول زي ما حكينا، لأنه أول تجربة، أول شعور، دايماً أول شعور شو ما كان، يعني حتى مو بس بالحب، حتى أول شعور لما تدخل مكان جديد، أول شعور لأول بيبي، أول شعور بالدراسة بالجامعة، أول شعور دايماً إله بهجته، إله وقعه على القلب. فالحب الأول ممكن يشلع القلب زي ما أنت بتحكي، بس صدقوني في عبارة قرأتها إنه الحب الأخير، أنا ما بنكر الحب الأول انتبهوا، بس أنا بحكي عن النضوج بالحب، الحب الأخير هو الحب الحقيقي. ليش؟ لأنه الحب الأخير بيكون عن وعي، بيكون عن تجربة ما حدا بالدنيا ما جرب الحب الأول، بس الحب الأخير بيكون إنه أنت جربت قبل، عرفت شو بتحب، شو بتكره، شو بلفتك، شو بشدك. برأيي هذا اللي كتب هاي المقولة إنه الحب الأخير هو الحب الحقيقي، بعكس ما قالوا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأول. اختلفوا الناس بهذا الرأي، بحب أشوف أراءكم أنتو، الحب الحقيقي شو هو، الحب الأول أم الحب الأخير؟ قصتنا الأولى بتقول، هي مو قصة، يعني هي سؤال أو معلومة أو يعني رأي من إحدى المتابعات، بتقول إنه أنا متعقدة من الحب، حبي الأول كانت تجربة فاشلة جداً، علمت بقلبي، ما تهنيت، ولحد الآن بعاني إني بحس حالي بفشل بأي حب. هلأ هذا الحكي حكينا فيه، يعني بنقدر نشبكه بأكثر من ناحية، اللي هو تجربة ماضية، تجاوز، علاقة سابقة، نسيان، أمل جديد، بنقدر يعني ندخل كل هاي المواضيع بهاي القصة. ولكن إذا كان هو بس حبك الأول اللي هو عقدك، يعني مو مثلا تجربة زواج أو تجربة انفصال، لأنه في ناس أوقات تنفصل أو يعني بتدخل بعلاقة جدية وزواج وأولاد وبنفصلوا وما بتعقدوا. فإذا ظل الموضوع على حب الأول، الحب الأول اللي هو دائما بيكون غالبا، يعني أنا بقول بيكون على الأغلب حب ابن الجيران، على الأغلب حب حدا من الأصدقاء المقربين، بيكون يعني حدا قريب، دائما الحب الأول بيكون حدا قريب منك كتير، أو قريب من العائلة، أو قريب من المجتمع، البيئة اللي أنت فيها، لأنه أول ما نفتح عيوننا رح نفتح عيوننا على الناس القراب أكيد. فالحب الأول إذا أنت فشلتي فيه، هذا أكيد كلام مكرر بعرف، بس لكن هذا ما بيعني أنه لقدام ما رح تلاقي نصك الثاني، ما رح تلاقي توأمك، ما رح تلاقي حدا فعلاً منيح وبفهم عليكي. يعني أنا ما أعرف التفاصيل، بس أكيد أنه يعني أكيد أنه أنت فشلتي، لأنه الطرف الآخر ممكن يكون طلع كذاب، ممكن يكون تغيرت مشاعره. إحنا هذا المشكلة، إنه حب الطفولة المشاعر بتتغير، لأنه حتى جسم الإنسان، تكوينة الإنسان، هرموناته، تفكيره، مخه بتغير، ما بضل زي ما هو. فصعب، أنا ما بحكي مستحيل، ولكن صعب كتير تلاقي الحب الأول نجح وكمل لارتباط وزواج، لأنه زي ما حكينا غالباً بيكون في اندفاع كتير كبير.